ان شاء الله تعجبكم الفكره وتابعوا معايا شنو اللي انا حضرت لها. تو نبدا لكم بالوصفه الاولى. كيس التاي، التاي هوني عندي صبيت جوج كيسين ماي لهنا كيما تراو هكايا تقريبا مغرفه صغيره ولا كبيره ممسوحه هكاك تاي اخضر. ان شاء الله وصفه التاي الاخضر نهبطها لكم في فيديو وحده. ونحط هوني النعناع اكها ونطفي عليهم بعد. طاو نحط السكر نتاعي تقريبا مغرفه ونص سكر، واللي يحب يزيد يزيد على روحه. ونحط التاي، بسم الله هاكا كيما تراو ما خديش مني برشا حشيشه. وطبعا باش نحضروا لي سناكس اللي عندي معناها في الدار باش نحطو، مانيش باش نتكلف والله جمله اللي عندي باش نحطو. عندي هوني هذوما ديما موجودين عندي، نحطهم نشريهم رخاص هما معناها الكل نشريهم ونحطهم في دبوزه بلار ويقعدوا ديما تلقاهم عندي. كي الكاكي مطعمهم حاجه هكا. عندي هذوما زاد كيف كيف مخلطتهم هكايا، مخلطين شويه فاكهه وزبيب ومشماش وكل شيء كيف كيف. ناخذ كمشه هكا نحطها هكا، لوز شويه لوز هوني. هوني عندي بسكوي سيجار، عندي كوكيز، كعبة بكعبة. هذا المتوفر عندي حاليا، ان شاء الله المره الجايه نعمل لكم حاجه كيفاش نطيبوها على السريع نتاع ضيوف الغفله، جوست خاطر عندي الواش نقعد نطيب. وعندي الكيندر هذي حسيلو كيما قلت لكم المتوفر عندي حطيته تتعدى شويه ان شاء الله باهية ومزيانه. هذايا التاي نتاعي والبندق واللي حضرتهم قدامكم توا البشاكت، وهذوما لي سناكس وصاي حضرت الطاولة على السريع، حكاية على السريع. فكرة متاع شوية ان شاء الله تتعدى شوية مزيانة. تفكرت نسيت عندي شيبس، كم نحط معها شوية شيبس. حسيلو قاعدة مش صحية حتى طرف فيها البيه كانت تاي. حسيلو نحط معها شيبس ونوريكم. وهذه طاولتي حضرت، هاني حضرتها كيما تراو، حطيت الشيبس بتاعي حضرت الامور. وطاوة نصبو مع بعضنا كويس التاي، صبوا كويس التاي. نجيو هوني مثلا ناخذوا شويه بندق هكا ونصبوا التاي بسم الله. وهذا هو التاي بتاعي، التاي الاخضر. ونقعد نستنى ضيفتي وان شاء الله تعجبها العشويه وان شاء الله تعجبها القعده، وفي حلقه اخرى وفيديو اخر ان شاء الله. وبسلامة.